السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة رابعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنشرح مع بعض الدرس الثالث في منهج العلوم، الخلية وحدة بناء الكائن الحي. احنا اتكلمنا في الدرس الاول عن الخلية، وقلنا ان الخلية دي هي اصغر جزء في جسم الكائن الحي، ومثلناها بايه؟ مثلناها زي الطوبة. قلنا ان اصغر جزء في المبنى او في المدرسة او في البيت اللي احنا فيه بيبقى الطوبة، وقلنا ان طوبة مع طوبة مع طوبة بتديني ايه؟ حيطة. حيطة مع حيطة مع حيطة تديني ايه؟ أوضة او فصل. طيب فصل مع فصل مع فصل يديني دور، دور مع دور مع دور يديني ايه؟ المدرسة او المبنى بتاعي. نفس الكلام في الخلية، بنقول ان خلية مع خلية مع خلية بتديني نسيج، نسيج مع نسيج مع نسيج يديني عضو، عضو مع عضو مع عضو يديني ايه؟ جهاز. طب جهاز مع جهاز مع جهاز بيديني جسم الكائن الحي ايه؟ كله. يبقى تاني بنقول ان اصغر جزء في جسم الكائن الحي هو مين؟ الخلية. ومش بس كده، هو مش اصغر جزء، لا ده هو وحدة بناء جسم الكائن الحي. يبقى بنقول تعريف الخلية هي ايه؟ هي وحدة بناء جسم الكائن الحي. دلوقتي بقى هنعمل مقارنة ما بين تركيب جسم النبات وجسم الإنسان. احنا عارفين ان النبات والإنسان والحيوان كلهم تبع مين؟ الكائنات الحية، زي ما قلنا في الدرس الأول وقلنا الخصائص بتاعتهم. دلوقتي هنعمل مقارنة ما بين جسم النبات وجسم الإنسان. من حيث أول حاجة، من حيث الجهاز أو الأجهزة، بنقول إن الجهاز ده عبارة عن مجموعة أعضاء بتعمل معا، تمام؟ يعني مثلا زي الجهاز الهضمي كده في الإنسان، بيكون من إيه؟ بيكون من الفم والبلعوم والمريء والمعدة، كلها أعضاء بتعمل معا فبيديني إيه؟ الجهاز. في النبات برضو عندي المجموع الخضري، ده يعتبر إيه؟ جهاز. طيب بالنسبة للأعضاء، بنقول إن العضو ده عبارة عن مجموعة من الأنسجة المتشابهة أو المختلفة بتعمل معا. في النبات عندي العضو زي الورقة أو زي مثلا الساق أو زي الجذور وهكذا، كل دي بتعتبر أعضاء في النبات. أما بالنسبة للإنسان عندي المعدة، دي تعتبر عضو، الكبد يعتبر عضو، الأمعاء تعتبر عضو، تمام كده؟ تمام. بالنسبة بقى للأنسجة، بنقول إن النسيج ده عبارة عن مجموعة من الخلايا المتماثلة اللي هي المتشابهة، بيبقى ليها وظيفة معينة. عندي هنا في النبات زي نسيج البشرة أو القشرة، وعندي في الإنسان أهو نسيج مثلا من المعدة. بالنسبة بقى لأصغر حاجة خالص الموجودة في جسم الكائن الحي اللي هي الخلية، وقلنا من شوية إن الخلية هي إيه؟ هي وحدة البناء والوظيفة في الكائن الحي. هي مش بس أصغر جزء، لا ده هي كمان وحدة البناء والوظيفة في الكائن الحي. بالنسبة للنبات أهو عندي هي خلية نباتية، وفي الإنسان عندي بنطلق عليها الخلية الحيوانية، تمام كده؟ تمام. يبقى الخلية النباتية دي وحدة بناء جسم النبات، أما بالنسبة للخلية الحيوانية دي وحدة بناء جسم الحيوان والإنسان الاتنين مع بعض. دلوقتي بقى هنتكلم على الخلية النباتية في مين؟ في أقصد الخلية في النبات، تمام؟ اللي هي الخلية النباتية. هنعمل مع بعض النشاط كده، هنجيب نبات البصل وهننزع أحد الأوراق بتاعته، تمام؟ اللي هي الداخلية، وهنستخدم مين؟ الملقاط في نزع البشرة اللي هي الشفافة اللي بتغطي ورقة البصل الداخلية ديت، وهنستخدم عدسة مكبرة عشان نفحص البشرة بتاعة ورقة البصل، تمام كده؟ لما جينا فحصناها بالعدسة المكبرة لقينا ان هي وجدنا فيها وحدات متشابهة مرصوصة كده جنب بعضها، هي دي الخلايا النباتية اهو النسيج ده على بعضه. هنجيب بقى اللي هي البشرة بتاعت ورقة البصل ديت على شريحة كده زجاجية، وهنحط عليها قطرة ماء، وهنبدأ نفحصها بإيه؟ بالميكروسكوب. هنكتشف إن تحتوي الخلية النباتية على العديد من المكونات، وهنبدأ نشوفها مع بعض دلوقتي. أهو تركيب الخلية النباتية من الداخل، تعالوا نشوف بقى بتحتوي على إيه. في البداية كده لازم نعرف إن الخلية النباتية بتتكون أو بتحتوي على 6 مكونات، هنقولهم مع بعض دلوقتي. أول مكون من مكونات الخلية النباتية حاجة اسمها الجدار الخلوي، أهو شايفين الجدار السميك اللي هو لونه أسود ده، أهو ده كده اسمه الجدار الخلوي. دوت يا ولاد بيحيط بالخلية النباتية من الخارج، أهو بيحيط بيها منين؟ من الخارج، اسمه إيه؟ الجدار الخلوي. طب عايزين نعرف وظيفته إيه؟ هو يا ولاد عامل زي السور كده من بره. طب لما أنا قلت سور معنى كده إن هو وظيفته إيه؟ بيحمي، بيحمي إيه؟ بيحمي المكان. إذن الجدار الخلوي ده بيحيط بالخلية النباتية من الخارج، ووظيفته هو بيحمي الخلية، حماية الخلية، وبيعطيها الشكل المحدد بتاعها، ده هو اللي بيديها الشكل بتاعها. يبقى أول مكون. ثاني رقم 2 معانا الغشاء البلازمي،
تمام. ودوت غشاء بيحيط بالسيتوبلازم. السيتوبلازم ده يا ولاد اللي هو السائل اللي موجود جوه ده، يبقى الغشاء البلازمي ده بيبقى رقيق شويه، غير طبعا الجدار الخلوي بيبقى سميك اهو زي ما احنا شايفين، الغشاء البلازمي بيبقى رقيق شويه عنه، وهو بيحيط بالسيتوبلازم، وقلنا السيتوبلازم هو السائل اللي موجود جوه. طب وظيفه الغشاء البلازمي بيعمل ايه؟ بيتحكم في المواد اللي بتدخل للخليه وبتخرج منها، يعني مش اي حاجه تدخل ومش اي حاجه تخرج، لا هو بقى بيبدا ينظم الموضوع ده ويبدا يتحكم في المواد اللي تدخل وتخرج الى الخليه. تمام كده؟ تمام. رقم 3 البلاستيدات الخضراء، ودي موجودة يا ولاد في الخلية النباتية بس، يعني مش هنلاقيها في الخلية الحيوانية. البلاستيدات الخضراء دي اصلا دي اللي هي المسؤوله عن تكوين الغذاء في عمليه البناء الضوئي. زي ما احنا عارفين ان النبات كائن كائن ذاتي التغذيه. يعني ايه ذاتي التغذيه؟ يعني بيصنع غذائه بنفسه من خلال عمليه اسمها عمليه البناء الضوئي. اهي البلاستيدات الخضراء دي هي المسؤوله عن تكوين الغذاء في عمليه البناء الضوئي، وهي عباره عن عضيات صغيره اهي تنتشر في السيتوبلازم بتاع الخليه اهو. العضيات اهي دي كده ودي كده اللي هي لونها اخضر، دي اسمها البلاستيدات الخضراء. تمام كده؟ تمام. رقم 4 حاجة برضو موجودة في الخلية النباتية ومهمة جدا، اسمها النواة. اهي الدايرة اللي احنا شايفينها جوه دي اسمها النواة. طيب وظيفتها ايه؟ وظيفتها هي بتنظم العمليات الحيوية. بتعمل ايه؟ بتنظم العمليات الحيوية. وكمان مش بس كده، هي مسؤولة كمان عن انقسام الخلية. هي المسؤولة عن انقسام الخلية او الخلية تتجدد. يبقى ده بالنسبة للنواة. رقم 5 من المكونات بتاعت الخلية النباتية الفجوة العصارية الكبيرة. اهي الفجوة او الفراغ دوت اسمه الفجوة العصارية الكبيرة، ده برضو موجود في الخلية النباتية. اخر حاجة موجودة في الخلية النباتية حاجة اسمها السيتوبلازم، اللي هو قلنا ان السائل اللي موجود جوه ده اللي بيملأ الفراغ بتاع الخلية اسمه السيتوبلازم. وظيفته ايه؟ بتتم فيه العمليات الحيوية. العمليات الحيوية كلها بتتم ايه فيه؟ يبقى تاني اخر مرة عندنا تركيب الخلية النباتية. الخلية النباتية بتتركب من 6 مكونات او 6 حاجات. اول حاجة الجدار الخلوي، وده موجود بس في الخلية النباتية، هو اللي بيحيط بالخلية النباتية من الخارج. وظيفته ايه؟ بيحمي الخلية، وهو اللي بيعطيها الشكل المحدد. رقم 2 الغشاء البلازمي، ده غشاء بيبقى رقيق شوية وبيحيط بالسيتوبلازم. بيعمل ايه؟ بيتحكم في المواد اللي تدخل او تخرج من الخلية، يعني مش اي حاجة تدخل كده، هو يعني عامل زي الحارس كده. رقم 3 البلاستيدات الخضراء، ودي قلنا دي عضيات صغيرة بتنتشر في السيتوبلازم بتاع الخلية، وهي مسؤولة عن تكوين الغذاء في عملية البناء الضوئي، عشان زي ما احنا قلنا ان النبات ده كائن ذاتي التغذية بيصنع غذائه بنفسه من خلال عملية اسمها عملية البناء الضوئي. رقم 4 النواة، وقلنا هي الدائرة اللي موجودة جوه دي بتنظم العمليات الحيوية ومسؤولة عن انقسام الخلية. ورقم 5 الفجوة العصارية الكبيرة اللي هو الفجوة المكان الفاضي ده. واخر حاجة السيتوبلازم، ده عبارة عن سائل بيملأ الفراغ الخلية ووظيفته ان هو بيتم فيه العمليات الحيوية. طب ايه ممكن الاسئلة اللي ممكن تجيلنا هنا؟ ممكن يجيلي سؤال علل، ليه وجود بلاستيدات خضراء في الخلية النباتية؟ ليه دايما بيوجد بلاستيدات خضراء؟ عشان تمتص الطاقة الضوئية اللازمة عشان تقدر تكون الغذاء أثناء القيام بعملية ايه؟ البناء الضوئي. رقم 2 تحاط الخلية النباتية بجدار خلوي. ليه الخلية النباتية عندها جدار خلوي؟ عشان لحماية الخلية، وان هو بيعطيها شكل ايه؟ شكل محدد. بعد كده بقى هنتكلم عن الخلية الحيوانية. هنجيب شريحة جاهزة لجزء من الغشاء المبطن للفم، وهنحطه تحت الميكروسكوب، وهنلاحظ برضو وجود ايه؟ وحدات متشابهة كده اسمها الخلية الحيوانية. هنبدأ بقى نتكلم عنها بالتفصيل. تركيب الخلية الحيوانية، عشان نبقى عارفين ان الخلية الحيوانية بتتركب من 4 مكونات. هناك في الخلية النباتية كان في كم مكون؟ كان في 6. هنا في كام؟ هنا في 4. اول حاجة الغشاء البلازمي. طيب تفتكروا هناك كان اول حاجة كان ايه؟ كان الجدار الخلوي. طب يا ترى هنا في جدار خلوي؟ قال لك لا، هنا في غشاء بلازمي، وهو غشاء بيحيط بالخلية اهو، اللي هو الغشاء الرفيع اللي من بره ده. وظيفته ايه؟ احنا قلنا هناك ان هو بيتحكم في المواد اللي بتدخل للخلية وبتخرج منها. احنا شبهناه زي الحارس كده اللي بيبقى موجود على البيت، يعني مش اي حد بيدخل ومش اي حد بيخرج. تمام كده؟ تمام. رقم 2 السيتوبلازم، وده برضو موجود في الخلية النباتية، وهو عبارة عن سائل بيملأ فراغ الخلية اهو، السائل اللي موجود ده. وظيفته ايه؟ بتتم فيه العمليات الحيوية. رقم 3 النواة، ودي برضو موجودة في الخلية النباتية، وظيفتها هي بتنظم العمليات الحيوية، وهي المسؤولة عن انقسام الخلية. رقم 4 ودي برضو موجودة في الخلية النباتية، اللي هي الفجوة او الفجوات الصغيرة اهي، فجوات بتبقى صغيرة. هناك كانت في الخلية النباتية كانت الفجوة كبيرة شوية. تمام كده؟ طيب
دلوقتي بقى هنقول سؤالين علل مهمين. ليه تحتوي كل خلية على نواة؟ ليه لازم كل خلية فيها نواة؟ هنقول الوظيفة بتاعت النواة أو الأهمية هي النواة بتعمل إيه؟ بتنظم العمليات الحيوية داخل الخلية والمسؤولة عن انقسام الخلية. رقم اتنين، ليه تحاط الخلية الحيوانية بغشاء بلازمي؟ ليه عندها غشاء بلازمي؟ هنقول برضو الوظيفة بتاعته للتحكم في المواد اللي بتدخل للخلية أو تخرج منها. طيب هنا لاحظنا حاجة، تتميز الخلية النباتية عن الخلية الحيوانية كالآتي. الخلية النباتية فيها حاجتين مش موجودين في الخلية الحيوانية، ايه هما؟ اول حاجة الجدار الخلوي اللي هو بيحيط بيها من بره، تاني حاجة البلاستيدات الخضراء. دلوقتي بقى هنعمل مقارنة ما بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية عشان الموضوع يبقى اسهل. بالنسبة للجدار الخلوي، احنا قلنا ان الخلية النباتية بيوجد فيها جدار خلوي، اما الخلية الحيوانية لا يوجد بها جدار خلوي. بالنسبة للغشاء البلازمي كان يوجد في الخليتين، يعني كان يوجد في الخلية النباتية غشاء بلازمي وفي الخلية الحيوانية يوجد ايضا غشاء بلازمي. النواة كانت ايضا توجد في الخليتين، في الخلية النباتية يوجد نواة وفي الخلية الحيوانية توجد نواة. السيتوبلازم ايضا كان يوجد فين؟ في الاثنين، في الخلية النباتية والحيوانية. بالنسبة للفجوات العصارية كانت بتوجد في الخليتين، بس الفرق ان الخلية النباتية كانت الفجوة حجمها كبير يعني كبيرة الحجم، وفي الخلية الحيوانية كانت صغيرة الحجم. بالنسبة للبلاستيدات الخضراء كانت توجد فقط في الخلية النباتية. ليه؟ قلنا لان النبات كائن حي ذاتي التغذية، بيصنع غذائه بنفسه من خلال عملية البناء الضوئي. اما الخلية الحيوانية لا يوجد بها بلاستيدات خضراء، لان اصلا الحيوان كائن غير ذاتي التغذية. وادي الرسم التوضيحي بتاع الخلية النباتية والخلية الحيوانية.